اهلا بحضراتكم من جديد، وكالعاده بنبدا مع حضراتكم باغلفه الصحف العالميه، وهنروح معاكم لانجلترا ونشوف ايه اخر الاخبار اللي اتكلمت عنها الصحف الانجليزيه بعد لقاءات دوري الابطال وايضا بعد لقاءات الدوريات الاوروبيه. نبدا من التليجراف الانجليزيه، كتب عنوان الفهد الاسود يسجل مرتين. طبعا الفهد هو اوباميانج بعد ما سجل ثنائيه في مباراه رين وارسنال واللي انتهت بفوز ارسنال 3-0 واللي صعد من خلالها ارسنال الى دور الثمانيه في الدوري الاوروبي. نروح للجارديان والدوري الاوروبي، تشيلسي يتقدمون بعد التهام جيرو لدينامو كيف، وبول سكولز يستقيل من تدريب اولدهام بعد 31 يوم في القيادة الفنية كمدير فني. صن الإنجليزية والأبطال الخارقون، الرجل الملثم أوباميانج يعود بالمدفعجية، والأبطال سيصطدمون بحظر لمدة فترتين للانتقالات، والكلام على مانشستر سيتي بعد العقوبة اللي هتعرضوا ليهم. ريال مدريد يبدأون عملية جلب إيدن هازارد، وسكولز يستقيل من تدريب أولدهام. ديلي ستار الإنجليزية، الرجل الملثم أوباميانج هو بطل يوناي أمري الخارق، سكولز يستقيل بعد 31 يوم من فريق أولدهام. نروح للتايمز والعنوان أوباميانج للإنقاذ، سكولز أيضا يستقيل لكنه يقول تم تضليلي. الاندبندنت الإنجليزية، المدفعجية يردون بالهجوم، وأيضا سكولز يستقيل من تدريب أولدهام بعد 31 يوم. الواضح أن مفيش خبر غير خبر بول سكولز اللي منتشر على كل الصحف العالمية. الميرور الإنجليزية طبعا العجوبة الملثمة، والكلام على أوباميانج بعد ما ارتدى القناع بعد إحرازه الأهداف مع فريق أرسنال. أوباميانج هو بطل المدفعجية في اليوروبا ليج، وطبعا سكولز يستقيل بعد 7 لقاءات مدعيا مشاكل التدخل والوعود الكاذبة. نطير لأسبانيا علشان نشوف الصحف الأسبانية، ونبدأ بموندو ديبورتيفو الأسبانية وديمبلي من أجل ربع النهائي. الفرنسي يعاني من تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع. البارسا الذي لم يهزم حتى الآن والأقل استقبالا للأهداف، وطبعا الكلام ده قبل ما نعرف القرعة، واليوم سيعرف خصومه في الطريق إلى نهائي الأبطال في الواندا، طبعا هو مانشستر يونايتد. أبيدال وسيجورا تابعوا لقاء الإنتر وأينتراخت فرانكفورت لمراقبة يوفيتش. نروح لجريدة الأسبانية، وميليتاو يأتي مقابل 50 مليون يورو لفريق ريال مدريد، وزيدان طبعا افترض إتمام العملية. طبعا زيدان وافق على إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي اللي بيلعب في صفوف نادي بورتو مقابل 50 مليون يورو. نروح لماركا الأسبانية والعنوان أيضا على ميليتاو، أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد، واللاعب وقع رسميا مقابل 50 مليون يورو حتى عام 2025. سبورت الأسبانية، التجسس على لوكا يوفيتش، الإدارة ذهبت طبعا الرياضة الرياضية الكتالونية ذهبت بأكملها من برشلونة لميلانو من أجل مراقبة المهاجم الصربي. تمكن كل من سيجورا وأبيدال وبيلانيس من التأكيد أن اللاعب لديه قدرة كبيرة على التسجيل للأهداف، والهدف اللي سجله يوفيتش أمام الإنتر ساعد على القضاء على الطليان في الدوري الأوروبي. طبعا أينتراخت فرانكفورت أقصى فريق إنتر ميلان من دور 16 في الدوري الأوروبي. نروح لسوبر ديبورتي الأسبانية، وطبعا جوديس وجاميرو طبعا بيتشارك في الهدف الحاسم لفالنسيا عندما بدأ وأن كل شيء انتهى. طبعا فالنسيا صعد أيضا إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي. نطير إلى إيطاليا ونبدأ بتوتو سبورت الإيطالية، والكلام على رونالدو، ارفعوا أيديكم عن رونالدو. طبعا أتلتيكو مدريد بيعتزم على اتخاذ إجراء ضد الحرقة اللي قام بيها رونالدو بعد نهاية المباراة. طبعا حاليا لا يوجد أي تحقيق من الاتحاد الأوروبي، لكن الحظر سيكون سخيفا بالنسبة لليوفنتوس.
كوريرو ديل سبورت الإيطالية، فرانكفورت يقصي إنتر ميلان. إنتر محزن يخرج من الدوري الأوروبي أمام أينتراخت بنتيجة 1-0. طبعا إيكاردي وكلام على قضية إيكاردي مع الإنتر، واسباليتي لن نفوز مع الاستعجال. ده تصريح اسباليتي بعد خروجه أمام فريق أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي. لجازيتا ديل سبورت الإيطالية وكلام عن الإنتر، الإنتر والكابوس الأسود، سباليتي يودع اليوروبا ليج، والآن الديربي بمثابة كابوس، خطأ ساذج من ديفري يمنح فرانكفورت تذكرة التأهل وبيريزيتش غير موجود. طبعا نفس الكلام على نابولي، نابولي يستقبل 3 أهداف لكنه وصل إلى ربع النهائي، الفريق الإيطالي سجل هدفا عن طريق ميلتش مما جعلهم يسترخون ويعبرون للدور التالي. طبعا بعد هدف ميلتش دخل في نابولي 3 أهداف، لكن بمجموع اللقاءين الهدف اللي أحرزه نابولي يكون سبب في صعوده إلى دور 8. نروح لفرنسا ونشوف الصحف الفرنسية كاتبة إيه. لكيب الفرنسية، انتهت اللعبة. طبعا لم يعد لفرنسا أي فريق في البطولات الأوروبية، ده بعد خروج فريق رن أمس أمام نادي أرسنال. نروح للو باريزيون الفرنسية وكتب عنوان ماذا ستفعل إن كنت رئيسا للبي اس جي. نادي الباريسي على صفيح ساخن بعد خروجه الصادم من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-1 في إياب دور 16، ليهدر تفوقه ذهابا بهدفين دون رد في معقل الشياطين الحمر. ده بالنسبة لفرنسا، خلاص ما عندهاش أي أمل في الحلم الأوروبي. صحيفة فاز الألمانية، آخر صحيفة موجودة معانا، كاتبة كلام على طبعا تيديسكو الذي تم إقالته من تدريب شالكة، وتعيين الثنائي هوب ستيفنز ومايك بوسكنس بدلا منه. طيب خلصنا مع حضراتكم أبرز الصحف.